أهلا وسهلا بكم أحبتي متابعي قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد، وأرحب بكم أجمل الترحيب. أتمنى إن شاء الله نتفوق في تعلمكم لهذه الآلة الكبيرة بأسلوبها وبحجمها وبإحساسها. أصدقائي، مثل ما تعرفون، بعد ما بدينا بتكملة الدروس النظرية راح نبدي بالتطبيق العملي، لكن بعد ما نكون أن نبدأ بأخذ كيفية طريقة مسك زند العود والعزف بواسطة الأصابع الخمسة. راح تكون لديكم هذه الورقة واللي راح يتم شرحها بعد قليل، اللي راح نشرح بها كيفية استخدام الأصابع الأربعة والخامس، هو الإبهام اللي يمسك آلة العود. المسك راح يكون بهذه الطريقة، فتنتظرون إن شاء الله على الفيديو القادم اللي راح نتحدث به كيفية طريقة مسك آلة العود من خلال كأنما تمسك برتقالة أو تفاحة. الملاحظة المهمة جدا هي أنه الإصبع الأول يكون هذا، يعني الإصبع الأول يكون السبابة، ثم الوسطى الإصبع الثاني، ثم البنصر الإصبع الثالث، ثم الخنصر الإصبع الرابع. يعني يكون استخدام في آلة العود الأصابع الأربعة فقط، والإبهام يمسك زند العود في الاستخدام. راح نلاحظ بعد دقائق الصورة اللي شرحت لكم إياها، هي المخطط اللي كيف تستخدم كبداية حتى نقدر ننتقل معاكم إلى التطبيق العملي لآلة العود بعد أن نكمل هذا الفيديو والفيديو الآخر اللي راح يتطرق حول أسماء أوتار آلة العود. تابعونا ولا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب حتى يوصلكم ما هو جديد. تعالوا يعني وخلنا نشوف هذا الفيديو القادم اللي هو راح يكون عبارة عن صورة، ولهذه اللي قدمتها لكم، ومن ثم الصوت كيفية الشرح. تحياتي لكم وخلنا نروح لهذا الفيديو. أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى في تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. مثل ما نلاحظ بالصورة أمامكم قبل الدخول إلى التطبيق العملي على الآلة، وراح نبدأ بتطبيقها بفيديو مصور. نبدأ بالأغاني، وأيضا نبدأ أيضا بتطبيق السلم وتطبيق الأغاني حرفيا. نلاحظ قدامكم انه الاصابع الخمسة موجودة، الابهام اللي نمسك به زند العود، ومن ثم السبابة اللي هي تعتبر الاصبع الاول، والوسطى يعتبر الاصبع الثاني، والبنصر يعتبر الاصبع الثالث، والخنصر يعتبر الاصبع الرابع بالاستخدام. ومثل ما نلاحظ قدامكم التخطيط الكامل للأصابع أمامكم. ثم ننتقل إلى الصورة الأخرى اللي هي زند العود، واللي كما موضح أمامكم، لأن احنا عندنا أكاديميا في التخطيط الأكاديمي دائما أو يجب استخدام الصيغة الأكاديمية في ترتيب الأوتار. إذن نبدأ بالصيغة الأكاديمية اللي هي من الأسفل، اللي هو وتر الأول دو، والوتر الثاني صول جواب، والوتر الثالث ري، والوتر الرابع لا، والوتر الخامس صول، والوتر السادس الكبير. أما يكون تضبيط أوتاره أما دو أو فا، ويسمى قبدوغا. مثل ما نلاحظ على يسار الصورة الوتر السادس اللي هو الكبير دو، لاحظة تسميته على اليسار قبدوغا، بمعنى معناه الوتر غليظ. ومن ثم نلاحظ الوتر الخامس على اليمين صول جو صول قرار، اللي هو على اليسار ييغا.
الوتر الرابع اللي هو لا اليسار يسمى عشيران، والوتر الثالث ري ويسمى دوغا، والوتر الثاني يسمى نوا أو صول جواب يسمى نوا، والوتر الأول يسمى دو وهو قردان. هذه التسميات للحفظ فقط، نحن يجب علينا فقط الحفظ اللي هو من الأسفل، الوتر الأول دو، الوتر الثاني صول جواب، الوتر الثالث ري، الوتر الرابع لا، الوتر الخامس صول، والوتر السادس دو. كل ما عليكم أصدقائي أنه راح نبدأ بالتطبيق من خلال هذه الأمور، ويجب حفظها حفظ كامل، ومثل ما تشوفون أمامكم بالصورة الأخرى أنه أصابع آلة العود واللي راح نتطرق لها في درس قادم إن شاء الله. شكرا لكم، ما عليكم أصدقائي أنه تشتركون بالقناة وضغطون زر الإعجاب حتى يجيكم ما هو جديد. تحياتي لكم ولكم مني كل التقدير مع زياد هادي.